انا مسلمة ومقتنعة بالإسلام ديالك وفرحانة به، قولي لي هل الإسلام كرم المرأة؟ أكيد أعطيني باش كرمها، تفضلي يا أختي. أختي كرمها. شوفي، غير أن آخر حاجة في فاش كان الرسول عليه الصلاة والسلام كيتوفى، فاستوصوا بالنساء خير، النساء استوصوا بالنساء خير رفقا بالقوارير. هذه كافياك. كملي كملي كمليها كمليها، اش قال من بعد؟ علاش قال لك يستوصوا؟ استوصوا بالنساء خير. لي كملي كملي الحديث، كملي هذه خطبة الوداع ديال قالها في خطبة الوداع، كملي اش قال من بعدها، تفضلي اختي. خليني نشوف، نبقى ندخل انا وياك في لا كمليها باش تعرفي علاش قال استوصوا بالنساء، كمليها 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 خليني اختي. نكمل، خليني نكمل الفكره ديالي، ما تحاوليش تقطعي لي في الهضره ديالي. لا قلتي نقطة كمليها باش يفهموا الناس علاش قال لك استوصوا، كمليها. اسمع، نقول لك ملي غتهضري انت وتقولي شي جمله ولا تقولي شي حديث جايبه من عندك، غنسمع لك وغنصحوها انا وياك، واخا؟ دونك منين نبغي نعطي واحد الفكره ديالي، الله يرحم لك الوالدين ولا الاخوه اللي معنا في البيت، خليو الانسان حتى يكمل النقطه اللي باغي يوصل. لا اختي غادي نبقاو نقاطعوك الا كديري مغالطات، خاصك لا ما كاينش غلطات، تكملي علاش قال استوصوا، كملي. ولكن الا ما عرفتيش قولي لي انا ما عرفش ونعطيه لك. سمحي ما عرفتيش اختي نكملوه، مازال ما كملتش هضرتي. اه تفضلي. دونك واحد الحاجه الله يعطيك السر، مازال نعاودها لك. الا كنتي دايره قاسر اختي كملي 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 الخطبة تاع الرسول، كملي اش قال استوصوا بالنساء القوارير، اش قال؟ خليني نكمل هضرتي، ماشي انت لا تقطعي. كمليها اختي، ما تجيش تقولي كلمه وتنوزي ديرينا الرشاش، ما بيناش لا الرشاش. خليني نكمل الفكر اللي باغا نقول لك، عاد لي انا ما تقطعيليش انت في الفكر اللي باغا نوصل لك انا، وتقولي لي قولي واخا. لا دونك باش خليني يفهموا الناس اللي نعرف كيتصنتوا، لا خاصك تقولي علاش قالها الرسول، كملي علاش ما بغيتيش تكملي. انا طالعه معاك جيست، باغا نقول واحد الفكره، خلينا نقولها ونخليكم في داكشي اللي جالسين تتغنيو فيه من الصباح. لان بالنسبه ليا انا دخلت، انا ما تنعرفكمش الصراحه باش نجيكنيش، انا اول مره طلع ليا الكونت ديالك دخلت ما فاهمه حتى شي حاجه بالحق. منين طلعت الاخت سمعت فهمت انا، يعني كاين هنا ناس كل واحد شنو الديانه اللي كيتبع، كل واحد على حسب الفكر ديالو. المهم اللي كتقولي واش الاخت الاسلام غير واحد كرم الحاجه المرأة؟ ما كملتيهاش، سمحي لي دخلت مني قالت لك، مني كتقول لك هنا استوصوا بالنساء خيرا، راه بغات تقول لك راه كاين واحد الكلام تابع لهذا الكلام، ماشي تقدر تشدي انت غير بحال ويل للمصلين وسكتي، كمل ويل الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولكن انت كتقول استوصوا بالنساء خيرا وكتزيدي تكملي حاجه اخرى. لا كاين واحد الكلام مهم قاله الرسول من بعد ذاك استوصوا بالنساء خيرا، علاش قالها؟ خليني نكمل لك الفكرة. انا ما يلا قلتش كملي لينا اختي عافاك، يلا نكمل الفكره شكرا ديالي، براود. واخا قلت خليني نكمل الفكره اللي طالعه عليها، لان انا ما كنتش طالعه باش نهضر فيها، ولكن هي سولتني غنجاوبها ونكمل الفكره ديالي واخا، بلا ما نديروا ديك القضيه ديال 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، حيت بالنسبه لي انا ما عنديش مشكل. واخا الورا، بالنسبه لخطبه الوداع، فاش يعني الرسول دار الخطبه ديالو، استوصوا بالنساء خيرا فان خلقنا من ضلع اعوج. ها خلقنا من ضلع أعوج، كملي هادي ما نسرطيها، ما قلتيش ليهم خلقنا من إن، عين عين عين، يلا كملي. إن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فاستوصوا بالنساء خير. ولكن ايها علاش؟ وكيقول لك الا صلحتيه كسرته، تشارتو علاش؟ أنا نقول لك علاش، أنا غنشرح لك. واش انتي دابا اختي ضلعه، انتي ضلعه معوجه، انتي رب انتي رسولك يقول لك انتي ضلعه معوجه وكتقول لي بارك التكريم، هاد التكريم رسولك قال لك انتي ضلعه عوجه، ما قاليش ضلعه عوجه، ما قاليش ده انا طلعها عوجه. قولي اش قال في الحديث، اش قال في الخطبه، خلقنا من ضلع اعوج، خل بارك ضلعه عوجه، ضلعه عوجه. خليني نكمل لك، هذا هو التكريم عندك. ممكن الاخت هنا، انت الديانه ديالك شنو كتبعي باش نقدر نتفاهم انا وياك؟ لا دينيه. اوكي، شنو هي المعنى ديال خلقنا من ضلع اعوج؟ كاملين طلع تنأمل عوجة، أن آدم أمنا حواء، إلا كانتي تانتي كاع الديانات عندهم. ماشي كلشي الديانات، ماشي كلشي الديانات. المهم داكشي ديالك بوحدك، بان ليا داكشي ديالك بوحدك. ما المهم، خلقنا من ضلع أعوج لأن خلقت من الضلع ديال أبونا آدم، واخا؟ اللي هو ضلع أعوج، والمعنى ديال زعما يعني إن عوج شيء في الضلع من بعد إلا هذا غيتكسر، المعنى ديالو أن المرأة كي كنقولوا ناقصات عقل. شكرا أختي، تفضلي شرحي لينا ناقص، انت زوينة، انت ناقصة، شرحي لنا شنو هي ناقصة عقل.
ناقصة عقل واجد. عرفتي شنو غادي ديري قبل؟ عرفتي اسمحي لي نقاطعك، اسمحي لي انا استسمح استسمح. تفضلي. الا ممكن اختي اللي طلعتي، ما عرفتش اش نسمك الله باش نقول لك زينب. زينب، متشرفين اختي زينب. ربي يخليك. زينب، الا ممكن تعطي الحديث ديال ناقصات عقل من الاول، علاش الرسول قال بانه النساء ناقصات عقل؟ تفضلي انا ما اختي. عقلش على الحديث كامل باش ما نعطيش منه ما غلط. عرفتيش علاش؟ انا نقول لك، كيقول لك الرسول تلاقى مع معشرة النساء وقال لهم يا معشر النساء تصدقوا تصدقوا فاني اراكم اكثر اهل جهنم، يعني جهنم معمرينها النساء، معمرينها النساء. قالوا ليه يا رسول الله؟ وعلاش هاد الهضره يا رسول الله؟ حنا معمرين جهنم. قال ليهم تكثرنا تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن، ياك. دابا حنايا قال لك نكفروا العشير، حنا العيال بحال الرجاله، ما كي الا جينا نشوفوا العالم والحروب شكون اللي دارها؟ الرجاله. قول لي شي حرب دارتها شي مرا، نتحداك عطيني حرب وحده دارتها المرا. قال لك وتكثرنا اللعن، بحال الرجاله ما كيسبوش، هي العيال اللي كيكثروا اللعن. ودخل ويتسول وحده وتيقول ليها، قال ليها النساء ناقصات عقل ودين. دابا كملي كملي الحديث، تفضلي. المهم ناقصات عقل ودين، ان الدين ديالها يعني في الدين ديالها كيف ما حنايا على حياء في الدين، كتجيك ديك الدورة الشهرية، فما كتقدريش ان تكملي داكشي اللي يعني عندك فرض في الدين ديالك خاصك ديريه. ناقصات عقل ودين انها كتنسى ما يقع لها ولا ما يقع لها. المهم لا لا لا، شرحي لنا هاتي، ما تصرطيهاش الزوينة تاعي زينب، اسمعي عطيك ناقصة عقل، شرحها للمستمعين انا كي طالعه تسمعي باش يا نعطيك واحد. كلام، سمعيني جايه طالعه باش نعطيك كلام، ماشي باش ندي ونجيب لك كده. حبيتك يا زينب، حبيتك حبيتك، عافاك بغيت نناقش معك، لا حبيتك. انا ما نقدرش نبقى كنسمع التفاهه مع، سمحي لي فهمتي. لا راه الناس كيتصنتوا، الناس كيفهموا، الناس شرحي لهم. راه شرحتي مزيان ناقصة دين، ولكن ما شرحتيش ناقصات عقل. هاد 900 واحد اللي كيتفرج، شرحي لهم علاش الرسول قال على النساء هما ناقصات عقل. شكرا فاسيا. شوف انا غادي نهضر معاك في النقطه اللي طالعه نهضر معاك فيها، واخا شرحي ناقصات انا ما عقل قلتش نشرح بليز، لك، ما قلتش نشرح لك حيت قلتي الاسلام كرم المرأة وقال وهذا هو ناقصات عقل، تكريم بناقصات عقل. انا طالعه نهضر معاك في نقطه قلتي، قلتي التكريم ان الرسول قال علينا ناقصات عقل. علاش منتي كتهضري انتي انا كنسمع لك؟ حيت خاصك تشرحي لهم ناقصات عقل كما شرحتي ناقصات دين. كنتي كتهضري انتي انا سديت فمي وخليتك تكملي الفكره ديالك، يعني منين من الادب نكون كنهضر انا ما تقطعينيش وما تعطينيش فيه. شرحي ناقصات دين، شرحي ناقصات ما عقل. نشرح لك، ما بغيتش، بغا نقول لك كلام ونمشي بحالي مزيانه. لا ما عندكش، حنا تنتناقشوا هنايا باش تطلعي، وداك لا ما دايرينش، ماشي حمام، ما نديروش بهضرة الحمام. هو اللي داير الحمام، حيت انت طالعه موجوده واحد جوج كلمات لا كتقولي في الاسلام. انت طلعتي وكتقولي وانا تناقشك في داكشي اللي كتقولي. باش انا كنطلع معاك باش نقول لك على القضيه ديال السيده اللي هبطات ولا اللي طيرها من الجيف، مشات السيده هبطات مباشره ن ن اسمي زينب، زينب ناقصات عقل، شرحي ناقصات عقل. قلتي الإسلام كرم المرأة وقال عليها ضلع أعوج وقال عليها ناقصات عقل، شرحي الإخوان ما معنى ناقصات عقل. أعوج، خلقت من ضلع أعوج، أنت طالعة دابا عندك واحد، شرحي ناقصات عقل. إلا ما شرحتيش ناقصات عقل أنا اللي هنشرحها، ما بغيتيش تشرحيها؟ باغي نقول كلامي، ماشي انت اللي كتقولي واش ما عرفاش، ما عرفتيش شنو هي معنى تاع ناقصات عقل؟ دوريني وتقولي لي ما عرفتيش. انا عارفه انت اللي قلتي، انا كنتبعك في هضرتك، واش انا اللي استدليت بناقصات عقل؟ انا استدليت بيك، انت استدليتي بيا. شرحي الاخوان، ها هما الاخوان كيقول لك شرحي، شرحي لهم. اش سمعيني نقول لك واحد الهضره، غير ماشي انت اللي غتقري شنو نقول. انا طالعه نقول لك واحد جوج كلام، بما انك ملكي كتدلسي، كتقومي بالتدليس، كتقومي بالتدليس. شرحي ناقصات عقل، نقول لك واحد جوج. علاش ما بغيتيش تشرحي ناقصات عقل؟ ماشي حيت انت
تقولي شرحي نطلع نقول كلام، كتسولني اسئله شرحي ناقصه عقل. انت قلتي الاسلام كرم المراه، علاش كتخلي بنادم يطلع يا اخ عمرك انت بوحدك فاهمه؟ نسد لك المايك، نسد لي على المايك. هي شرحات ناقصه دين سرطات. علاش كتسدي المايك؟ حيت سديت لك ماك، ما بغيتيش ماش تهضري، ما بغيتيش. شرحتي ناقصه دين، علاش ما بغيتيش تشرحي ناقصه عقل؟ حيت ما خليتينيش نهضر. تفضلي اختي تفضلي شرحيها لينا عافاك، تفضلي وندوزو النقطه ونخليك تهضري. تفضلي اختي. علاش منين كيطلع بنادم وكيجي يهضر معاك ما تبقايش تسولي، ما تبقايش تلفي جاوبيها العار. علاش انت كتسوليني؟ يلا ميرسي. علاش كتسوليني؟ شرحي لنا قصه عاق وندوزو نقطه ثانيه ما فيها باس. واش انت عندك مؤهله تسوليني انا؟ الاخوان اللي كتفرج، الاخوان كتبوا رقم واحد الا بغيتوا تشرح لكم ناقصه عقل، كتبوا رقم واحد. راه هذا الشيء راه عادي يا الاخت. ما فهمتش، ما بغاش. انت قلتي ناقصه، انت جبتيها لراسك. انت جبتيها. ها هما، شوفي شوفي شحال طعنا واحد. انا ما عندي ما ندير. شوفي شحال واحد جبتيها راسك. وعلاش من الاول ما تشرحيش شنو هي ناقصه دين؟ حيت ناقصه دين عندك عاديه، ولكن ناقصه دين عندك شنو هي؟ ماشي كتبغي تقولي غير داك الشيء اللي بغيتي، انتقاء الكرز. دابا انت كتنقي غير داك الشيء اللي بغيتي. اسمع اسمع نقول لك واحد الكلمه اللي عتكر هذه المداخله ديالتني. قف انا كنهضر معاها طالعه نسولها واحد السؤال، سولتني قالت لي غنسولك واش الدين ديالك الاسلام كرم المراه؟ سي يعني انا اللي طالعه نسولك، ماشي انت اللي طالعه تسوليني. ايوا قلتي ناقصه عقل، شرحي شرحتي ناقصه دين، شرحي ناقصه عقل. قلتي انا اللي نكمل كلامي، انا الاولى داك الساعات عندك استفسار ندخل انا بك استفسار، ما عنديش مشكل. شوفي كاين ألف واحد كيتصنط ياك، باش يفهموا الناس، باش يفهموا الناس هاد الناس اللي كاينين هنايا. هاد السيده طلعت قالت لك انا مسلمه وافتخر وما كنعتبر الاسلام هو الدين الوحيد. قلت لها بما انك انت انسانه كتفتخري، هل الاسلام كرم المراه؟ قالت لك نعم كرم المراه. قلت لها باش كرمها؟ عند جبت لي خطبات الوداع ديال الرسول. قالت لك قال استوصوا بالنساء. قلت لها كملي الخطبه. قالت لك ايه، لانهن خلقنا من ضلع اعوج. الرسول كيقول لك انتم نساء اطلع عوجه، اطلع عوجه. هذه النقطه الاولى. دازت النقطه الثانيه، قالت لك ديال ناقصات عقل ودين. انت اللي جبتيها بفمك، انت اللي جبتيها فمك. شرحتي بلاتي الله يرحم بها الوالدين. زينب شرحتي ناقصه دين وما بغيتيش تشرحي ناقصه عقل. قلتي لي واش انت كترضاي الرسول ديالك يقول لك انك ضلع اعوج؟ قلت لك خلقنا من ضلع اعوج، فرق خا فرق. يعني ما تحاوليش تقطعي الكلام اللي كنقول. هي نفسها، هي هذيك. انت خلقتي من ضلع اعوج، انت عوجه طلع اعوج. سيري ناقصة عقل، شرحي لنا عافاك بليز. معروفة عليكم التحريف، وكان الإنسان أكثر شيء إجابة. ما حرفتش، شرحي لهم ناقصة عقل. أنا قلت كلمة كتحرفيها، قلت لي واش أنت ترضي الرسول ديالك يقول لك أنت ضلع أعوج؟ قلت لك أنت ضلع أعوج، هو اللي قال لك. هي هذيك ضلع أعوج. أنت جاية منه، منين جيتي أنت؟ ماشي مشكل، نكملوا النقطة. أنت واش تحتي من السماء؟ جاوبيني أنا، أنت تحتي من السماء؟ زينب من الاسلام هي عاقت وخرجت، اما انت مازال كتقولي راه كنفتخر راه كرمني. ان الدين عند الله الاسلام، منين جاتكم نتوما هاد الدين؟ شرحي ناقصه عقل، ها العرا الناس كيتصنتوا. انا قنعيني انك انت هي هاد الدين ديالك هي الحق. انا هنقنعك من بعد، غير نتسالو من تكريم تاع انا معاك، انا معاك والله، انا معاك يا زينب، انا معاك. امنه وتنقول يا ربي الدين مسلم الحمد لله، اللهم لك الحمد. كيفاش انت هي تقولي لي انا لا الدين لا القران ماشي كل الله؟ ان شوف انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. ميرسي الريفيه، ميرسي ندى ريهام، ميرسي الاخوان. شوفي زينب اسمعي، شوفي ما نقول لك واحد الكلام. ما بغيتيش تشرحي ليهم، ما بغيتيش تشرحي ناقصات عقل. شكرا ميوزيك سناء، ميرسي. ما بغيتش نشرح لك، لانه للاسف 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 حتى المستوى باش ان الواحد كيعطي واحد الكلمه ولا باش كيبغي يقول واحد التدخلات، كتحاولوا انكم تحرفوا الكلام. والله الا خليتك ها انت هضري، شرحتي ناقصات دين خليتك. واش قلت لك ناقصات دين ماشي هو هذا التفسير ديالك؟ خليتك قلتي تفسرتي ناقصة دين وانت تنقصي ناقصة عقل. انا كنطلب منك ناقصة عقل، راه خمسة دقايق وحنا دابا كنقول لك شرحي ناقصة عقل.
شوف انا بامكاني واش قولي لي زين ما عرفتيهاش ناقصه عقل نيت انت اللي قصات تدخلي معايا فهادشي انت اول وحده ناقصه عقل لان انت اللي حاطه موراك داك لا غير كتبها القران كلام الله منين جا القران منين جا الانجيل منين جا التوراه شرحي ناقصه عقل ما بغيتيش تشرحيها علاش ما تجاوبينيش جاوبيني انا بغيتك تجاوبيني علاش ما تجاوبينيش لا انسى اليوم من التكريم ها والله تنجاوبك علاش لا انا بغيتك تجاوبيني انت الاولى نطلع عندك انت طالقه لايف باش الناس يستفسروا معاك وانا طالعه جاوبيني منين جا القران والانجيل والتورات منين جا يلا شرحي لي منين جا شوفي ما بغيتيش تشرحي ناقصه عقل انا نشرحها للناس باش يفهموا انا ما كنطلبش منك تشرحي لا الناس من حقهم يعرفوك والناس من حقهم وانا كنقول لك منين جا انا كنقول لك منين جا هاي هنا بغيتي تعرفي شنو هي ناقصه عقل وي بغيت نعرف هذه مسلمه هذه مسلمه هذه مسلمه هنا هذه مسلمه في مرحله الشك داكوغ هادي الشك انا ما شفتش مرحله الشك انا كتعيطي لي المسلم هيا هيا هادي 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 شاكه في دينها وانت طلعتي مسلمه دابا نتوما كملي كيطلع بنادم تيبغي يشرح لكم واحد الحاجه بالعاني كتبقاو تعطيو واحد الاعذار باش ما تفهموش وتبين لهم عندكم واحد النقطه الاهانات بزاف واخا هنا الله يعطيك الخير اهانات بزاف لانكم مقابلين وانتم تعرفوا الاسلام تقول انا ندير الاسلام ما كاينش زين بختي ما كاينش ديانه ديالكم ما كايناش اخويا كلهم شرحوا زينب طلعتي عافاك اختي زينب في الاول حيت دابا كتقولي هكاك حيت طلعتي في الاول وقلتي لها قالت لك راك انت واش كرمها المراه قلتي لها اه كرمها يعني نتوما دخلت يعني انت قبلتي تدخلي معها في النقاش وبغيتي تبيني لها بلي الاسلام كرم المراه على داكشي دابا هي كتسولك باش تعرف بالصح قد تكون هي غلطه قد تكون ما عارفاش بغيتك تبيني لها بلي بالصح واش كرم المراه يعني انت دابا دخلتي معها في النقاش بغيتي كدوزي من 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 من, من خطبه الوداع وصلتي لضلع عوجه وصلتي ناقصه عقل الموادين شرحتي الدين وخليتي ناقصه عقل ودابا هي كطالبك باش تكملوا تشوفوا واش بصح كرمها يعني ما تنسايش بلي الجوهر هذا الشيء كامل غير باش تعرفوا واش بصح الاسلام كرم المراه يعني ماشي هي كتفرض عليك ولا ولا بغات تقول بك ولا بغات عليك ولا بغات تفرض عليا اني جاوبها انا ولا ولكن غير سمعني زين واش انت وافقتي معها ولا ما وافقتيش الاول وافقتي قلتي ليها اه كرم المراه سمعني سمعني نقول لك واحد الحاجه فاش طلعت انا قلت لها انا ها شنو علاش طلعت وطلعت باش نقول واحد الكلمه هي تقول لي انا ميرسي فاسي الرواندي الكلمه واش الدين ديالك كرم المراه قلت لها سي قالت لي علاش قلت لها ابسط الامور اللي غنعطيك ان في خطبه الوداع ديال الرسول اخر حاجه تقالت هي استوصوا بالنساء شوفي كتعاود كل شيء ما غاديش سيري تكملي كتعاودي ولكن ما هذيك النقطه اللي قلتي ديال ناقصه عقل ما بغيتيش تشرحيها شوفي زينب انا من حقي كانسانه كنناقش معك سولتك خاصك تجاوبيني علاش انا مسولتك ما جاوبتينيش احنا مازال ما وصلنا علاش نقصتي من ناقصه عقل بتمشي موضوع اخر تلقى لايف كيتفرج فينا 1200 ياك انتي تلقى لايف باش الناس يطلعوا معاك خلي الناس اللي طالعين معاك اليوم معاك متبعين الدين ديالك ملي كيطلعوا كيحاولوا يديروا تدخلات ديالهم ما كيهمنيش انا هادشي كامل انتي تلقى لايف حلها قاست باش يطلعوا الناس سمحوا لي معاك يستفسروا منك وتستفسري منهم يعني انا طالع عندك اولك ماشي انتي باش سولتيني جاوبتك دونك انا سولتك ملي كتبانتي هاد القران كلام الله منين جا الانجيل والتوراة عفاك عفاك جاوبيني راه ما غاديش هنقلص قالك خاص هاد ناقصات وعقل خاصنا نفكوها وهنجاوبك عليها جاوبي على انت طرحتي ناقصات وعقل ودين نساليو منها ندوزو النقطه الثانيه ميرسي بلاك بلو سكاي هنجاوبك ولكن جاوبيني انت الاولى ونجاوبك انا الثانيه جاوبني حيت انا جاوبتك في الاول واش انا اللي طرح لا ما جاوبتيش انت بديتي الطرح ديالك نهضر في الموضوع ديالي قلتي لي واش الدين ديالك كرم المراه وقلتي لي لا الرسول واخا ما كاينش هذا الكلام قلت لك لا خلقنا من ضلع عوج يعني الفرق ما بين خلقنا وما بين بانه قلب فمه واخا يعني انا سولتيني واخا انك قطعتي الموضوع ديالي وجاوبتك انت بغيتي تدي الموضوع لواحد الاتجاه اللي رانا عرفتك فين باغا تمشي ولكن ما غنمشيش معاك ليه انا جاوبني هنا عرفتي علاش جبري حيت دابا هي ديك ناقصه عقل عرفات انا بطيح في الحفره الا نضات جاوبت علاش ما بغاش تجاوب عليها ولا تاش دارت كتقول لك وانت شخصانه مغالطه شخص اجي هنا اش رايك ندوزوا هاد القضيه ونذكروا على ان المراه تقبل في صوره الشيطان وتدبر في صوره الشيطان اش رايكم نحيدوا ديك كسميتو ونتناقشوا هذا الحديث اش رايكم يلا
شحال كنحبو هاد الحديث، شحال كنحبو هاد الحديث. زينب هيا هنا غادي تقول لك واحد الحديث وقولي لها التكريم شوف دابا انا ما دوزي. طالعش الله هنا باش يسامح، اسمعني اسمعني، انا ما الله طالعش يسامح. هنا، اسمع انا ما طالعش هنا باش بغيتي ندوز لك حاجة أخرى؟ الهضره، اسمع انا طلعت باش نقول لكم كلمة، لان انا قلت لك الكلام ديالكم مع الاحترام يعني ماشي ضد كل شخص كي دارو، لكن انا كنهاجم الكلام اللي يتقال، واخا ما كنهاجمش الشخص اللي كيهضر، ولكن كنهاجم الكلام اللي يتقال. الكلام ديالكم غلط. زينب زينب الوغ باش انت ما بغيتيش تشرحي باش نسالي زينب. لا لا مازال ما تساليها زينب، انا نشرح لك، انا نشرح. لا ما ساليناش النقطه، ما ساليناهاش. شوف طلع باش انا سديت لك المايك داكوغ. انت وصلتي في تكريمة المراه، وصلتي. بليز ما تحليش المايك ديالك زينب، ما تحليش، ما تحليش المايك ديالك. ما بغيتيش، ما بغيتيش تشرحيها، انا نشرحها للناس. وغادي نخليك، غنخليك باش الا غلط قولي لي راه انت غلطه في نقص ناقصاته. اسمع اسمع، خليني نشرحها للناس، خليني نشرحها للناس. ما غاديش نزلك حيت يقولوا لك نزلتك، وما غاديش نخلي لك حق الرد داكوغ. ما غاديش نزلكها، ها هما يديا، ما غاديش نزلك. وغادي نشرح ناقصات عقل. الله يعطيك الرضا باش لا ناقصات عقل. الرسول قال لهم المراه ناقصات عقل ودين. الاخت زينب نضت شرحات ناقصات دين وما بغاتش تشرح ناقصات عقل. لماذا؟ لماذا؟ علاش؟ سولوه، سولوه، لانه هذوك المعشر نساء. ما تهضريش عفاك، ما تقاطعينيش بما انك ما بغيتيش تشرحيها زينب، بما انك ما بغيتيش تشرحيها خليني انا نشرحها للناس داكوغ. انت اللي قلتي هذه فيها تكريم، وغنخليو الناس يشوفوا واش من تكريم كرمك الله والرسول داكوغ، اللي قال عليك انت ناقصه عقل ودين. الناس اللي ما حضروش، هي قالت لك ان المراه تكريم، قالت لك ان الله كرم المراه وقال عليها ناقصه عقل ودين. انا مشيت بعيد، قلت لها خاصك تقولي الحديث من الاول ديالو. الحديث ديالو من الاول الرسول تلقى مع نساء وقال لهم يا معشر النساء تصدقن فان كنا اكثر اهل جهنم. تصوروا تكريم تاع النساء اباغ هي جبدت نقطه، قالت لك حنايا ضلع اعواج، ان احنا اللي معمرين جهنم، نتوما احنا النساء احنا اللي معمرين جهنم، احنا واخا احنا ناقصه دين بين عمرو جهنم. قالوا له يا رسول الله علاش؟ قال لك لان كنا تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. مع العلم شكون هي؟ قلت لكم هاد العار، قولوا لي كاع المشاكل اللي كاينين في العالم والقتل والحروب واش النساء اللي داروهم؟ سبحان الله العظيم، حنا معمرين جهنم ولكن كتشوفي القتل والحروب وهتلر وهادشي، الرجاله اللي داروها مالغري صح حنا اللي معمرين جهنم. ما فهمتش، سي با غاف نكملوا. قالوا لي يا رسول الله علاش؟ قال لهم ان كنا ناقصات عقل ودين. ويتنقز عاوتاني وحده، قالت لي يا رسول الله علاش؟ ناقصه دين راه شرحت عليكم، لانه قال كيجينا اللي غيكل ما كنصوموش في رمضان. مع العين كنردوا دوك اليامات الكريدي، داكشي الله محتاج الكريدي، سبحان الله داير معاك الكارني ربك بحال مول الحانوت. اي ناقصات عقل، علاش ناقصات عقل؟ قال لهم هل، قال لهم ياك شهاده الرجل بنصف شهادتي، هل شهادة امرأة بنصف شهادة رجل؟ المرأة تشهد الشهادة ديالها نصف شهادة الرجل في المسائل المالية، لأن المرأة ما كتشهدش في الحدود، المرأة ما عندهاش الحق أنها تشهد. المرأة ما كتشهدش، للناس اللي ما عارفينش، المرأة ما كتشهدش. هذا هو التكريم أختي زينب، هذا هو التكريم، هذا هو التكريم. المرأة لا ما كتشهدش البلاصه، المرأة ما كتشهدش في الحدود، المرأة ما كتشهدش في الحدود. المرأة كتشهد في الحدود، في شمن الحدود؟ الزنا. كيفاش ما كتشهد في حدود الزنا؟ واش دابا لالا انتيا كامرأة شرحي لها، غنشرح ليها بلاتي. واش عرفتي شنو هو الزنا بعدا؟ اكيد. اوكي، انت مثلا دخلتي انت واختك، نقولوا مثلا انت واختك دخلتي للدار، لقيتي راجلك راكبه فوق وحده، هل تقبل شهادتك انت واختك؟
الوغ دابا انت مشيتي كتقولي انت واختك، باش نقول لك واحد الحاجه، انا عطيتكم جوج تشهود، يعني ما عطيتكش غير وحده، عطيتك انت واختك. ديال المراه ما كتشهدش وحده، كيشهدوا جوج مقابل راجل. كنهضر لك في الزينه دابا انتيا، انا ما غندخلش معك انت. زينب انتيا، انتي نقول لك علاش كتدوري ليا الموضوع دابا، كنا كنهضروا في واحد الحاجه، علاش كتمشي تنقضي الشهاده وتنقضي؟ علاش لان هي ناقصه عقل، علاش الرسول؟ انا نقول لك علاش، حيت كتفكر بالعاطفه. لا ما كايناش نتحداك عليها العاطفه، اعطيني حديث او ايه، ولا مشينا نجبد دابا هذا الحديث ديال ناقصه عقل، هذه تلقي ان الرسول قال لك لان المراه شهادتها بنصف شهاده رجل، بنصف شهادة رجل في الأمور المالية، وهذيك بآية في القرآن ديال استشهدوا رجلين من رجالكم. إلى الإخوان اللي حافظ هاد الآية، شوف شكون اللي حافظها فيكم الإخوان الآية؟ قراها الرواندي، سمعي الآية قراها الرواندي. كمل الهضره ديالك، بلاتي تصنتي قلتي العاطفة، تصنتي تعلمي. لا لا نكمل. اوكي يا لحظه تصنتي اقرا لك الايه، لحظه تصنتي الايه، قرا الرواندي بليز. زينب بليز دير المايك ديالك، تصنتي الايه. باش نسد المايك، ما خلينا نهضر، علاش كتقطعي؟ قرا الايه رواندي، باش خلي الايه. الا ما سكتات ما غادي نقراو شي. شوفي الايه ديال استشهدوا شهيدين من رجالكم، الا ما لقيتو رجل وامراتان، رجل. هذه ايه في القران، اش من ايه هذه الرواندي؟ اش من ايه؟ سورة البقرة اختي، هذه في سورة البقرة. هذه سورة البقرة بيتين. انت عارفها اختي، انت عارفها وكتقولي لي العاطفة، وانت عارفها وكتقولي لي العاطفة. حشومة عليك انت راه داك الضحكة ديالك كتبردي بها على راسك. خليني نكمل الهضرة ديالي. لا يا اختي، واش دابا اللي عرفتي هاد الآية ديال استشهدوا شهيدين من رجالكم إلا ما لقيت رجل وامرأتان لتذكر الأولى ثانية لتذكر. الله قال لك انت كتنسي، الله قال لك انت كتنسي، لا كتدلسي كتدلسي، والله ما نخليك تهضري، كتدلسي ما بغيتيش تشرحي ليهم، ما بغيتيش. خلينا من خوف، انا غنخليك تهضري طنص ساعة الا بغيتي، انا طنص ساعة ولكن شرحي للناس، راه الناس كيتفرجوا، ما تهضريش لي انا بوحدي، هضري لهاد الناس اللي كيتفرجوا واحترميهم واحترمي العقول ديالهم. داكو شوفي، لو جا احنا يعطينا الايه، نرجعوا للشهاده. قلتي المراه ما كتشهدش، قلت لك انت دخلتي للدار ولقيتي راجلك ناس، دخلتي انت واختك دخلتي بيت النعاس ولقيتي راجلك راكبه فوق وحده ديالنا، ما عندناش هادشي اختي. شوفي هاتي ونعطيك انا اختي، نعطو مثال. انت دخلتي يا اختي، ما نقولوا كاع انت، نقولوا حنا مره اخرى، نقول انا نهضر على راسي، انا كامراه، انا اختي دخلت ولقيت راجلي طالع فوق ام وحده، ياك؟ واش نقدر نشهد انا اختي في الاسلام؟ وي او لا؟ تفضلي يا اختي زينب. ما غاديش نجاوبك، يلاه خليني نهضر انا، ساليتي الهضره ديالك، يلاه واسمعني دابا مزيان باش بلا ما تعاود تعاود. جاوبي باش يفهموا الناس، جاوبي. خليني نهضر انا، علاش انت كتبغي انت تسولي وخصك يجاوبوك؟ علاش انت ما تتقبليش واحد يسولك؟ علاش كتخافي تجاوبي انت؟ واتي جاوبي الناس، راكي كترعدي ما قادراش. واش كديري مغالطه الشخصانه، وانت كذلك. علاش كتقاطعيني دابا كلشي؟ خليني نهضر انا، علاش انت لا ما عندي ما ندير بخطبات الجمعه، ما عندي ما ندير بالهضرات للشوام الجامع، راه ناقشوا. وانتي طالعه دابا دخلت عليك بالله العلي العظيم، طالعه جامعه ليا معك واحد الناس اللي كل واحد شنو الديانه ديالو، شنو على حسب التفكير ديالو. ها هما شتو، ما غاديش تجاوب، غادي تبقى تجلس نتوما فاعلين، نتوما تاركين، نتوما نهضر. علاش كتخافي انني نهضر؟ علاش يا اختي؟ راه انت اللي خيفانه، انا راه نجلس نهضر معاك، انا راه جالسه معاك. انا شوف كنت خايفه غير جاوبي. انا الحمد لله ربي عزنا بالاسلام، كنفتخر بالديانه ديالي. وانت دابا كامراه كتشهدي في الاسلام، كتشهدي في الحدود او لا؟ نعم او لا؟ اللي قلتي احنا كرمنا الاسلام. ما غاديش نجاوبك، انا اللي غنسولك، علاش ما باغاش تجاوبي انت؟
يلا وانت اللي طلعتي بغيتي تناقشي دونك وقلتي التكريم، قلتي التكريم. انا كنقول الاسلام لم يكرم المراه، وهاد النقط كلهم اللي قلتيها ما كيكرمهمش. كيف يعقل ان الاسلام يكرم المراه يقول عليها انت ناقصه عقل؟ كيف يعقل يكرم المراه وما يعطيهاش الحق انها تشهد؟ انا نعاود نقول لك، انا واختي دخلت القطراج لخاشي القضيب ديالو في المهبل ديال وحده، كان المروادي في المكحله، انا واختي واش هادي نشهد ولا لا؟ انا جاوبتك هذا الشيء عندك في الديانه ديالك، مش عندنا في الديانه ديالنا. كنهضر في الاسلام، في الشريعه الاسلاميه. اش كيقول الشريعه الاسلاميه؟ في الاسلام ما عندناش اصلا ما غيطراش، في الاسلام اصلا ما كيطرش اصلا. وطايطرا وطلعت في عهد الرسول، ونعطيك الحديث ديال من اللي وقعت ليه نعطيه ليك. طرات راه طرات للرسول بنفسه، دخلت عليها مراته وتلاقيته مع مريا القبطيه، والرسول مشى للدار ولقى عائشه معاها راجل، حتى هي حادي قالت ليه انه اخي في الرضاعه. يلا تقولي لي باش واحد باش نسالي، نجبدوا لك الاحاديث، نعطوك 20000 حديث. سمعي سمعي، هادشي كتبردي بغا على راسك، راه قلت لك قبيله. ان اخر مره زينب، هل المراه تشهد في الحدود؟ وخليني نكمل لك هضرتي انا ومقبيله، وانت تتسوليني موجدة عندك تما ثلاثه ديال الاسئله. انت اللي قلتي لي الاسلام كرم المراه. عرفتي علاش انت مقبيله وانت تدخلي وتخرجي؟ مع احترامي ليك، انت مقبيله وانت تدخلي وتخرجي؟ راه انت اللي كتدخلي وتخرجي يا اختي. وا زينب ما خديتش كمل كلامي. لا لا يا رشيد يا رشيد يا رشيد. المهم تفضل اجبري. نسول واحد السؤال باش ننهيو النقاش. الاخت زينب، ياك سميتها زينب، نسولك واحد السؤال غادي ينهي لنا هذا النقاش. هذا كان نسولكم اخويا. لا ماشي اختي، انت طالعه اللايف ديالنا تحترمي اللايف ديالنا وتحترمي النقاش فيه. غادي تحترمي النقاش. زينب غادي تحترمي النقاش. لا غادي تحترمي النقاش وتحترمي الناس اللي كيسمعوا. وهي ملي كتكون كتهضر انا كنسمع. زينب غير تهدنا زينب، وغير تهدنا زينب. وزينب تهدني، غير تهدني غير واحد الحاجه. انت طلعتي قلتي لنا الاسلام كرم المراه، الاخت هنا قالت لك اعطيني شي دليل ان الاسلام كرم المراه. كتقولي نص كلمه وتهربي، تقول كمليها ما تبغيش تكمل. خليني كمل. هنا خطينا هذاك الكلام كامل، غادي تعطينا لنا. انا غادي نسولك واحد السؤال بطريقه اخرى. المراه اليابانيه في اليابان دابا سمعني نقول لك واحد الكلام. علاش مصيبه هذه؟ وغيب بلاتي يا وزينب وزينب غير تما خصكم تسولوا نتوما، انا ما نسولش. كيطلع وغادي تسولي، ما غاديش تجاوبك اشبري. ما غاديش تجاوب. زينب بغيت هدنا زينب تهدني. شكرا يا اخوان، شكرا. بغيت هدنا زينب، ما تنساوش تكبيسات وبارتاج، حيت راه خدامين في السينيال. غادي دابا انت اللي قلتي لنا ان الاسلام كرم المراه، راح نتناقشوا على داك الشيء اللي قلتي لنا انت. هذا واحد. زوج، سؤال، الاسلام كرم المراه، غادي نعطيك واحد المثال وباش نثبتوا بان الاسلام كرم المراه. كما قلتي لنا انت علاش طلعتي، غادي تنسفي لنا هذه المساله كامله. نعطيك مثال، المراه في اليابان ولا في كوريا ولا في المانيا، اشنو عندها من حقوق؟ اشنو المراه المسلمه عندها من حقوق ما عندش المراه الالمانيه واليابانيه والكوريه والروسيه؟ اشنو فايتها المراه المسلمه؟ هنا غادي تنسفي لنا هادشي كامل، غادي تقول لنا المراه المسلمه اشنو عندها؟ احسن من عندها احسن من اليابانيه، عندها احسن من الكوريه، عندها احسن من الامريكانيه، شنو عندها المراه اللي باش كرمها الاسلام؟ تفضلي قولي لنا واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته، قولي لنا غير حاجه وحده، غير حاجه كافيه. تفضلي. انا عرفت السيد اللي كيهضر، ولكن احترمتك وخليتك تهضر ياك. سولتي مقبيله مني، مازال غنعاود معاك الهضره، حيت نتوما مقبيله وانتوما تتهربوا منين كتزير هي تيهضر واحد فيكم في الكيس. نسولكم انا، بردي على راسك، فهمتي؟ بردي على راسك. انتوما تطلع معاكم واحد مسلم، ما تطلع معايا الصون، انتوما تقول اطلع معاك الصون، تزيرتي بزاف، فهمتي؟ انا تزيرتي بزاف. يعني ما عطيتينا، ما استفدنا منك من قبيله، وانت بلا 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 بلا، حيت انا ملي كتقول الله يجازيك بخير يا اما سميتو باش ندوزو الموضوع الاخر. الله يرحم والديك. لا عطيتنا والله الا ضحكتوني بزاف. ما شو حنا ماشيين طالعين تنضحكوا ولا، باسكو حنا كنناقشوا واحد الموضوع مهم وبغينا نفهموا وبغينا نعرفوا. شوف انا غنخسر معاك كلمه واحده، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وتجزى كل نفس بما كسبت. الله يجازيك بخير، هذا هو هادشي اللي غنقول. هادشي صافي. شوف كل واحد والديانه ديالو باش نساليو باش
نساليو هاد الهضره ديالو مني معاكم الواحد. عرفتي عرفتي زينب غادي تنزلي، انا بما انك غادي تنزلي ما غاديش تجاوبي على هذا السؤال، غير الناس اللي غادي نطلع دابا تكون في راسكم السؤال اللي غادي نطرح قبل ما يطلع اي شخص اللي بغى يطلع يدير رقم واحد. السؤال غادي نسول كما سولته الاخت اللي ما بغاتش تجاوب على ناقصه عقل اللي قالت لك الله كرم المراه، هل المراه تشهد في الحدود؟ والحاله اللي عطيت لكم اللي ما بغاش الاخت اللي كتحرج من دينا كتحرج كتحرج ما قدراتش تجاوب لانها عارفه بانه اكثر غادي تخشي وجهها فعطي حاشاكم في الروض الى جاوبت على الاسئله ديالي. داكوغ، شكرا لك زينب. بغيتي تجاوبي على الاسئله، بغيتي تجاوبي على السؤال تاع الشهود، هادي تجاوبي على السؤال تاع الشهود. عطيوني واحد جوج ثواني زينب، سكتي عافاك واحد جوج ثواني وسمعي. لا ما نسكتش اخويا، ما تقوليش ايوا خلينا الا ما بغيتي نزلي صافي نزلي صافي. ايوا صافي صافي صافي. الرواندي الا غادي تجاوب على هادي تاع بلاتي الرواندي نطلعوا شي واحد الا غيبغي يجاوب لنا، الا غادي تعطي الجواب، الا غادي تعطي الجواب غير خلي شي واحد يطلع هما واحد يجاوبونا في هذه القضيه تاع الشهود، ومن بعد ديك الساعه تدخل الرواندي من احسن باش نشوفوا الناس واش عندهم الفكره ولا لا. صافي اوكي مزيان مزيان. عندك واحد لاجيستيات واحد كيتسنى ومقابلين وحده كتقول لكم ما تهدرنيش ما تفهمنيش. واش كاين 100 واحد بصح هما لاجيستنا. اوه وي سي فري. اوه يلا اللي بغاني نطلعوا يدير رقم واحد، اللي غادي اللي بغاني نطلعوا نقول لي يدير رقم واحد. الوغ ناري 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 كثير 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 باش نعرف. ويه يه 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 يلا رديت ليها البال 100 واحد اللي مصيفط الكاست. واه واه بقى شي بلاصه عطيني لي موديراتور الا باقا شي بلاصه. اي واش انت بلاتي ويلي براود نعطوك الموديراتور افيك كرون بليزير. بلاتي انا شكرا. الوغ الوغ هما قال لك واحد واحد غنطلعو من احسن الى غادي نطلعوا شي